مش بقول لحضراتكم، مش بقول لحضراتكم هنفتكره كتير قوي، مش في لقائنا بس، مش في لقائنا بس. رحمة الله عليك يا أحمد يا رفعة يا غالي. عبد الرحمن مجدي هيلعب الكرة، هيلعب الكرة العرضية لكن أطول من اللازم وتطلع ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. مرور 9 دقايق، بيراميدز في المقدمة ب 65. والله توقف قلبه وأوجع قلوبنا، في الجنة بمشيئة الله يا رفعت. بيراميدز في المقدمة ب 65 نقطة، الأهلي في المركز الثاني ب 54 نقطة، ترجع تاني من عمر جابر. أكيد حضراتكم عايزين تسمعوا التشجيع عن التعليق، ده أنا عايز أسمع التشجيع عن التعليق، عايز أسمع كلمات الجمهور اللي هتنطلق أكيد في كل المباريات، مش مباريات الزمالك بس أو مباريات النادي المصري بس أو مباريات الاتحاد السكندري أو مودرن سبورت، يعني الأندية اللي لعب لها أحمد رفعت وتألق معها، اللي تألق سجل واحد من أجمل أهداف منتخبنا الوطني، هدف يتعاد مرة واثنين وثلاثة وما تزهقش منه. كرة مع نادي الإسماعيلي، هشام محمد يلعبها لمحمد نصر. نصر ترجع لورا عند كمال السيد، محمد دسوقي، واحدة من اللقطات أو من الأوقات اللي الواحد كان يتمنى، هو على طول الواحد بيتمنى إن الاستاد يكون مليان، لكن تخيل الصوت اللي أنت سامعه ده لو طالع من 100,000 متفرج موجود في الاستاد. إيريك تراوري تاكلينج، يرجع كرة لمحمد عبد السميع، انطلاقة محمد عبد السميع، محمد عبد السميع لخالد النبريسي في الطرف اليمين للفلسطيني، خالد النبريسي ترجع لورا عند عبد الرحمن مجدي، ياخدها لنفسه بشكل رائع، يلعب الكرة العرضية لكن يطلع محمد صبحي ويمسك كورته بثبات، يمسك كورته بثبات، تلعب الكرة العالية